تبقى اجازتك هتقضيها
في التخشيمة علشان جبت لنفسك فيها يا حلو مصيبة يحلقوا راسك حتة حلقة غير مقبول غير انك علقة يحلقوا راسك حتة حلقة غير مقبول غير انك علقة أو تنتهي مسكين بجواب بالذمة دي تبقى جازة وانت هذا قولي لماذا خدت أجازة رد يا جن على الأستاذة أنا هتكلم كلمتين ومش عاوز لماضة يا سلام أحسن وقتي بقضي في الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم أي والله في الجسم السليم وأنا زملكاوي قديم وأهلاوي صميم ميم وأحب أرض وصحي وأشجع صالح سليم وشمال ويمين ويمين وشمال ألعب مولا وارفع الصال واركب مراجيح وامط حبال واركب مراجيح وامط حبال وامط ايد وعدي جبال لا اقعد في قعده اي والله لا اقعد في قعده ونشرب ازازه وبهذا تبقى الاجازه اخر لذاذه كلكم سقطي لم ينجح احد اجابتكم غلط ما اقولكم غلط خفتم خيبه كامله لم تاتي الاحد احنا مش لازم نضيع وقتنا الاجازه لابد منها نستفيد نعتبرها كاي مكان عندنا دي خساره ضيعه في حاجه لا تفيد احنا نستمر النشاط ونستعين للدراسه الجايه